اتصلت بس حبيبتي حاجة تبكي ما عم بقدر حاسة حالي لحالي لحالك؟ وأنا؟ أنت زوجي و حبيبي أنت نيتي كلها خلص ما في شيء هيك فترة وتمروا مو أحيانا الواحد تسود الدنيا بوشه يعني كل الصفات اللي عم توصفيني فيها وأنا معك وحاسة الدنيا سودا ما عم تفهم علي أنا بحبك بوجودك مالي علي كل حياتي بس أهلك طيب ريتا يعني شو اللي استجد ما نحن صرنا متزوجين 8 سنين وما في شيء تغير ما بعرف إحساسي إني أذيته بدون ما أقصد عم يعذبني كثير فكرت بحالي بسعادتي بس ما فكرت فيه وهلا ما عم بقدر انساهم ما عم بقدر اعتبرهم مو موجودين مين عم يجبرك انك تعتبريهم مانو موجودين؟ هن نسيوني ما عم بدهم ياهلي هن بيحبوكي ما فيهم ينسوكي ولا يستغنوا عنك بس هن عم يكابروا بالحب ما في مكابرة الحب ما في مكابرة بس نحن عايشين بمجتمع بيفرض علينا نساوي شغلات نحن مانا مقتنعين فيها هن بيعتبروا زواجنا انا وياكي خيانه لإلهم، خيانه لدينك، خيانه للمدرسه اللي رحتي عليها، خيانه للكنيسه اللي صليتي فيها. بس انا ما حسيت هيك لما تزوجتك. ريتا طلع فيني، بلا حسيتي. صح. بلا حسيتي. وانت هلا عم تبكي لانك ندمانه. ندمانه لانك تخليتي عن العالم اللي كنتي عايشه فيه مقابل انك تعيشي بعالم ثاني حبيتيه، بس هلا عم تحسي حالك غريبه عنه. انا بعمري ما حسيتك غريبه عنه. أتمنى يا ريتا أتمنى ما تحسيني هيك لأن أول ما تحسي هيك رح تبلشي تكرهي رح تندمي على أصعب قرار أخذتيه بحياتك مستحيل مستحيل أكرهك مستحيل أندم لأني تزوجتك أحمد خلاص هو عرس تالي هيك قلب علي وماشي